آخر تسريبات أجهزة سامسونج الجديدة الـ S23 ألترا محبوب الجماهير وبقية سلسلة الـ S23. أول جهاز معانا محبوب الجماهير الـ S23 ألترا، تسريبات قالت إن هيكون بنفس شكل السامسونج S22 ألترا اللي موجود حاليا، لكن هيكون فيه طبعا اختلافات كبيرة جدا في الهاردوير بتاع الجهاز. أول تسريب معانا إن الجهاز هيجي بكاميرا 200 ميجا بيكسل، وهتكون نفس الكاميرا موتورولا الايدج اللي انا نزلت عنه فيديو حوالي من اسبوع او من شهر. تقدر تخش على القناة فيديو شورتس، صراحة الموبايل جبار وهيعجبك امكانياته. خش على القناة وشوف الفيديو طبعا بعد ما تخلص الفيديو ده. الكاميرا اللي موجودة زي ما قلت لكم في الفيديو 200 ميجا بيكسل اللي موجودة في الموتورولا، طبعا زي ما قلت لكم من تصنيع شركة سامسونج، وطبعا ده الجيل الاول من الكاميرات ال 200 ميجا بيكسل. بالتاكيد الكاميرا بقى اللي هتيجي في الاس 23 الترا هتكون الجيل الثاني، وبالتالي هيكون فيها تحسينات كبيره جدا، بالتالي هيجي معانا كواليتي صوره جبار جدا. تاني تسريب معانا ان اجهزه السامسونج اس 23 كلها هتيجي بالمعالج الجديد من شركه كوالكوم السناب دراجون 8 جين 2. وكده نكون عرفنا تسريبات السامسونج S23 ألترا. حاليا دي التسريبات اللي قدرت تحصل عليها. بعد كده معانا جهاز السامسونج S23 بلس، اتسرب ليه بس الصور، وطبعا هيكون متوفر في المعالج الكوالكوم سناب دراجون 8 جين 2، لان الـ 8 جين 2 هيكون موجود في سلسلة الـ S23 كلها، وهيكون فيه تحسينات قوية جدا. المعالج ده فعلا هيكون معالج جبار، ولكن السامسونج S23 بلس اتسرب ليه صور بس، لكن طبعا هيكون معاه المعالج، فمش محتاجة يعني يتسرب ليه موضوع المعالج، لان المعالج معروف انه يبقى موجود في سلسلة الـ S23 كلها. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وقدرت اجمع لكم بعض التسريبات للاجهزة. طبعا مع مرور الوقت هيبان تسريبات اكتر واكتر، فتأكد انك عامل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اكتب لي رأيك في الكومنتات عن التسريبات وعن الاجهزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.